الأستاذة رشا الحاج متخصصة في ميكانيكا البيولوجيا الجزئية، مخترعة حاصلة على براءة اختراع من المملكة المتحدة. حديثها سيكون إن شاء الله عن علاج السرطان عن طريق معجزة العسل، وما بقي عندنا إلا 15 دقيقة يا أستاذة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلى وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللجنة الموقرة، الحضور الكريم، مشاهدي ومشاهدات القنوات الفضائية، بحثي بإذن الله سوف يكون عن معجزة شفاء السرطان بالعسل، دراسة مخبرية. عرف الإنسان العسل منذ العصر الحجري، أي منذ 8000 سنة، تعرفه كغذاء وكعلاج، والعسل ذكر في جميع الكتب السماوية المقدسة، ورد ذكره في القرآن الكريم بلفظ عسل في الآية رقم 15 سورة محمد، ونوه إليه في سورة النحل. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وذكر في الحديث الشريف ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء، وذكر في حديث آخر خير الدواء العسل. السرطان، السرطان كلمة مخيفة بجميع لغات العالم. السرطان المرض الذي عرفه صغارنا قبل كبارنا، زار جميع البيوت واختطف أحبابنا وأقرباءنا من غير أن يترك لنا وقت لوداعهم. أكد المركز الدولي لأبحاث السرطان بأنه في عام 2002 عدد المتوفين من مرض السرطان فقط بلغ 7.6 مليون شخص، وهذا العدد يفوق عدد المتوفين من مرضى الملاريا، بالإضافة إلى التي بي، بالإضافة إلى الإيدز. سرطان الثدي، أكثر أنواع السرطان انتشارا بين النساء، قد يصيب الرجال ولكن بصورة نادرة تصل إلى 1%. في عام 2011 عدد المتوفيات من سرطان الثدي بلغ 5.5 مليون امرأة، هذا بالإضافة إلى نفقة الرعاية الصحية، فنفقة الرعاية الصحية باهظة الثمن. في بريطانيا وحدها تكلف سنويا 1.5 مليون باوند. العلاج، تقدمت الأبحاث الطبية بشكل ملحوظ في أنواع العلاج المختلفة في جميع أنواع السرطان، ولكن السؤال هل يوجد شفاء؟ والكل يعلم بمدى الآثار الجانبية التي تصاحب العلاج المتوفر حاليا، وهي تكون إلى حد ما غير مرضية إلى المريض نفسه، ولهذا لابد من التوجه إلى أبحاث بحيث تصل إلى الشفاء أولا وبتكلفة بسيطة إلى حد ما. بالنسبة للخصائص الطبية للعسل الكل يعرفها، ولكن هنا على سبيل الذكر وليس الحصر، فهو مضاد للبكتيريا، مضاد للفطريات، مضاد للالتهابات، وتوجد به مواد تعمل على منع تكوين الخلايا السرطانية. فكرة البحث هو عبارة عن تجربة العسل على الخلايا السرطانية، وفي هذا البحث استخدمت 3 أنواع من أنواع العسل السوداني، شرق السودان، غرب السودان، وجنوب السودان. أما بالنسبة إلى الخلايا السرطانية فتم استخدام 2 نوع من أنواع الخلايا السرطانية، MCF7 الذي يتميز بمستقبلات هرمونية موجبة، وبالتالي استجابته للعلاج تكون أفضل من النوع الآخر الذي هو عبارة عن MDA-MB231، والذي يتميز بمستقبلات هرمونية سالبة، وبالتالي يتميز بأنه عدائي إلى حد ما ولا يستجيب إلى العلاج بصفة عامة. فكرة التجربة، يتم زراعة الخلايا السرطانية بشكل عادي، ومن ثم معالجتها بالعسل لمدة 48 ساعة، ثم بعد ذلك يتم عد الخلايا المتبقية.
هذه النتائج تظهر أثر الأنواع الثلاثة من العسل السوداني، عسل الشرق والغرب الجنوب، وهذه بالنسبة إلى نوعين من أنواع الخلايا السرطانية MCF7 MDA MB231. نسبة تثبيط الخلايا تراوحت من 50 إلى 75%. لابد لي من التنبيه إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي كيفية استخلاص العسل، لأنه أثناء قيامي بالتجربة طلب مني أن أستخدم العسل الإنجليزي على أساس أشوف مدى تأثيره، ولكن سبحان الله جابوا لي أفضل أنواع العسل الإنجليزي، وكانت نسبة تثبيط الخلايا لا تصل حتى إلى 35%. وفي احتقادي أنا شخصيا بأنه في الدول المتقدمة يتم استخلاص العسل عن طريق الأجهزة والآليات، بحيث إنها تقدم لنا العسل بشكل مرضي للمشتري، ولكن للأسف المادة التي تعمل على تثبيط الخلايا السرطانية يتم التخلص منها، هذا بعكس الطرق البدائية والتي تحافظ على وجود المادة التي تعمل على قتل الخلايا السرطانية. ولهذا أنصح دائما إذا تم شراء العسل، إذا في إمكانية إنه تسأله كيف استخلاص العسل، هل بالطرق البدائية المعروفة ولا بالطرق الحديثة. الصورة توضح الخلايا السرطانية موجبة المستقبلات الهرمونية قبل وبعد المعالجة بالعسل. شكل A خلايا سرطانية، شكل B الخلايا السرطانية بعد معالجتها بالعسل، وترون جيدا بأنه تم قتل نسبة كبيرة من الخلايا السرطانية. هذا النوع الآخر من أنواع الخلايا السرطانية، والذي يتميز بمستقبلات هرمونية سالبة، وإلى حد ما يمكن أن ترون تأثير العسل على هذه الخلايا. بما أن العسل غرب السودان هو الذي أعطاني أفضل نسبة، فباقي التجارب استخدمت فيها عسل غرب السودان فقط، وكان لابد لي من أن أجري بعد التجارب لكي أتوصل إلى خصائص هذه المادة. فأول تجربة تم إضافة مواد فحمية. خصائص هذه المواد الفحمية أنها تمتص كل المواد ذات الوزن الجزيئي القليل، وبالتالي إذا قارنتم بين المواد تم إزالة المواد الصغيرة وبالعسل الغير معالج، فأنتم تلاحظون بأنه لا يوجد هناك فرق، بمعنى أن المادة المسؤولة عن تثبيط الخلايا السرطانية ذات وزن جزيئي كبير. في التجربة الثانية تم تعريض العسل إلى حرارة 65 درجة مئوية لمدة ساعة كاملة، وذلك لكي أختبر مدى ثبات المادة حراريا، وكما تشاهدون أيضا لا يوجد هناك فرق، وبهذا خلصت لأن المادة المسؤولة عن تثبيط الخلايا السرطانية لا تتأثر حراريا. هذه التجربة الغرض منها معرفة إذا كان العسل يذوب في المذيبات العضوية، وأثبتت التجربة بأنه لا يذوب في المذيبات العضوية. تجربة النمو العكسي، الغرض من هذه التجربة معرفة هل يزول تأثير تثبيط الخلايا السرطانية بتأثير العسل، بمعنى تعرضت الخلايا السرطانية إلى العسل وماذا بعد ذلك. ففي التجربة الأولى تم زراعة الخلايا في وسط يحتوي على عسل إلى مدة 48 ساعة،
بعد 48 ساعة تم إزالة الوسط وتجديده بوسط لا يحتوي على عسل، وتلاحظون أن تأثير التثبيت استمر حتى ولو لم يوجد عسل. هذه 48 ساعة، وبعديها تجدد الوسط الغذائي بوسط غذائي لا يحتوي على عسل. الجدير بالذكر بأن النوع الآخر من أنواع الخلايا السرطانية MDA-MB231 والذي يتميز بالعدوانية بعد معالجته ب 72 ساعة بدأ يستجيب إلى العلاج بالعسل تقريبا. في هذه التجربة استخدمت 6 تخفيفات مختلفة للعسل MCF7. التخفيفات الستة أعطت تثبيت للخلايا السرطانية، ولكن تتراوح النسبة على حسب التركيز. أما بالنسبة لـ MDA-MB231 الأربع تراكيز الأولى أعطت تثبيت للخلايا السرطانية. بالنسبة للتركيز الخامس لم يكن هناك أي تأثير. أما بالنسبة للتخفيف السادس والأخير اللي هو عبارة عن 200 مرة تخفيف، فأدى إلى نمو الخلايا السرطانية مرة أخرى. وبهذا الإعجاز العلمي للعسل مقدرة هائلة على إعادة التوازن الخلل. سرطان الثدي حدث بسبب اختلال هرموني، وهو هرمون الاستروجين، عبارة عن هرمون مسؤول عن الصفات الأنثوية. فالعسل عنده مقدرة على إعادة التوازن الهرموني، وبالتالي يؤدي إلى العلاج والشفاء بإذن واحد أحد. للعسل مقدرة هائلة للتمييز بين الخلايا السليمة والخلايا المسرطنة، وبالتالي يهاجم الخلايا المسرطنة فقط، وأخيرا ليس له أي آثار ضارة. الخلاصة، توجد مادة، صفات هذه المادة ذات وزن جزيئي كبير، تذوب في الماء، لا تذوب في المذيبات العضوية، لا تتأثر حراريا، تعمل على تثبيت الخلايا السرطانية MCF7 MDA-MB231. وقد يلعب العسل دور كبير في شفاء السرطان وبسعر معقول إلى حد ما. والحمد لله توجت ببراءة اختراع من المملكة المتحدة في بحث هذا في عام 2011. شكرا لكم حسن الاستماع. Thank you.